كان احمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسر، فيا ضيعات ما أنفقت في الأيام من عمري، وما لي في الذي ضيعت من عمري من عذري، فما أغفى لنا عن واجبات الحمد والشكر. أما قد خصنا الله بشهر أيما شهر، بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر، وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر، فكم من خابر صحى بما فيها من الأجر. روينا عن ثقات أنها تقلام في الوتر، فطوبى لامرئ يطلبها في هذه العشر، ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر. وقد قالا سلام هي حتى مطلع الفجر، ألا فالداخر ها إنها من أنفس الذخر، فكم من معتق فيها من النار ولا يجري.